يا جماعة بدكم رأيي، أنا بحس نهار محظوظ كتير بصراحة، هالشي ظريف كتير. ليكو إجا نهار، تعال عود ابني. هلأ كنا بسيرتك. بتعرف شو؟ كنا عم نحكي عن زواجك. شكراً، استريح. عمي شكراً. ما لازم تشكرني إلي نهار، لازم تشكر براجيش أخوك. شكراً أخي، بتمنى تكون حياتك سعيدة نهار. تعرفوا، لمجرد أنه نهار يستقر من جديد أكيد رح ترجع حياته مثل ما كانت. ألو؟ بلا بلا، عمي هون. لحظة، تليفوني لك. مين بده يعني؟ ألو؟ إيه عرفتك، كيفك، منيح؟ إيه طبعاً، ما تاكل هم، خلص مثل ما بدك. أكيد أنا موافق. هدول أهل العروس وعم يقولوا لي جاهزين مشان العرس، وقال إنه اتفقوا منشان مكان الحفلة ولازم نتشاور بالضيافة. عمي وهنن إمتى اختاروا الموعد؟ عم يقولوا إنه هنن جاهزين بعد 10 أيام مو أكتر. مو مشكلة، بعتقد معنا وقت منيح مشان نجهز حالنا. 10 أيام؟ معناها أنا لازم جهز حالي بأسرع وقت. صعب كتير بهالوقت جهز اللي بدي أعمله، بس لازم حاول.